اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب جميعا. مانيش عارفه لنقول الشاب يزيد ولا عمو يزيد. اهلا وسهلا بك، صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك. واش الاقرب لقلبك، عمو يزيد ولا الشاب يزيد؟ والله احتراما لجمهوري اللي سندني 20 سنه، يعني ما نقولش باللي الشاب يزيد ما نحبهاش ولا ولكن نظن باللي درك الحدث هو عمو يزيد، ونظن باللي الشيء اللي عجبني والشيء اللي فرحني انه جمهوري احترم وحب اختياري. يعني لما قررت اني نعتزل نهائيا الغناء للكبار ونتفرغ للحصص التلفزيونيه وبرامج الاطفال والغناء للاطفال والاعمال الخيريه الموجهه للاطفال، يعني كاين حتى بعض اختيار جميل بعض لي كومونتير يقولوا باللي يزيد معليش نسمحوا لك لانك اخترت البراءه، اخترت جيل الغد، اخترت لانه الساحه خاليه تماما من ناس اللي يهتموا بهذا المجال. يعني هي الحقيقه مره، حقيقه مره، لانه مجال الطفل غير مربح، يعني ما فيهش تجاره، ما فيهش الربح السريع كما يقولوا. حتى في الحصص التلفزيونيه وكم، لانها حصص ما تمرش على البرايم، ما تمرش في البرايم تايم وكم. يعني انا نظن باللي عالم الطفل لازم يكون يعتنى به، يعني بتفكير هو يعتنى مواطنة. هو يعتنى به بتفكير ومواطنة، وفي نفس الوقت هو عمل مربح. نشوفه الكثير من شركات الانتاج في العالم العربي، هي صناعة، ولكن مازال ما وصلنا لهاش في الجزائر. مانيش عارفه علاش، انا كل حال بدون تطفل. لانه المجال خصب وما كاين حتى ما كاش الناس اللي مهتمين يعني ممكن بهذا، يعني المجال سبل التسويق وكامل مش موجوده، لانه كما نشوفوا في العالم كاين قنوات حاضره، يعني الفنان ولا لما ينتج شيء ويلاقي. لا، هي القنوات موجوده، نشوفوا الان كاين قنوات خاصه اللي دخلت مجال السمع البصري، لكن الاهتمام بالطفل في هذه القنوات هو اللي ما كانش. لا، لست ادري لماذا. والله نظن بالك المتعاملين التجاريين بالك، لانه لازم هما اللي يفرضوا قالنا. مثلا لو اي متعامل تجاري قوي يجي يقول لهم انا حبيت نمول حصه للاطفال راح ينخلقوها، هادشي مفروغ منه على ما نظن. اذا انا وكاين كثير على فكره، يعني كان كثير من الناس اللي عندهم افكار. بالضبط، وعندهم افكار تاع برامج و يعني ماهيش سهله باش تدير حصه. انا راني ماهيش سهله، ماهيش سهله يعني حتى يعني بغض النظر على استوديو والتسجيل وكذا، يعني المحتوى باش تحضر المحتوى لازم الناس عندهم درايه، عندهم هادشي هذا اللي يعني اكيد. وعالم الطفل هو صعيب، لانه صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا انك تنتج برنامج للاطفال ليس كان تنتج برنامج للكبار. هذا ماشي كيف كيف، ماشي لازم لك عده معايير وعده حسابات وترد بالك والرسائل. أي خطأ. والرسائل اللي ممكن توجهها بالضبط. من خلال بالضبط. هذا البرنامج، بالضبط. اللغه اللي تتكلم بها، بزاف بزاف صوالح. عمو يزيد انت راك مكمل في اهتمامك بالطفل. في شهر رمضان بالضبط فتحت مدينه العاب للاطفال، مدينه ترفيهيه للاطفال مجانيه. شوفوا احنا عندنا المراسل مفدنا، يعني صحفي نتاعنا اللي راهو متواجد في عين المكان، خليل عزوط. لست ادري ان كان معي على المباشر، هل هو متوفر الان؟ خليل مساء الخير. خليل مساء الخير زميلتي ليلى. مساء الخير زميلتي ليلى. صح راك تسمع فيا خليل؟ صح فطوركم. صح نعم انا اسمعك زميلتي ليلى. اوصف لنا هذا المهرجان وهذا الصوره الجميله، اوصفها لنا خليل. والله الجو رائع هنا بحديقه تونس ببلديه الابيار، اكثر من رائع، صنعته مديريه الشباب والرياضه برعايه الشروق ومؤسسات اخرى، واكيد يشرف عليها عمو يزيد كما يحلو لتسميته. احنا نقولوا له احنا كبار ونقولوا له عمو يزيد. نعم زميلتي ليلى، اقول لكم صح فطوركم، صح فطور عمو يزيد، صح فطور كل المشاهدين. طيب خليل، خلينا نسمعوا لبعض العائلات، خلينا نسمعوا لبعض العائلات، بعض الاطفال اللي تما يعطونا رايهم في هذه الالتفاته. أكيد هنا معي
هنا هنا زميلتي ليلى، هنا يعني حديقة تونس من يدخلها من الأطفال لا يخرجها إلا ويده تحمل هدية يغادر بها. وأمامي هنا المنشط حميد وبعض العائلات، يعني سيعطونا انطباعاتهم. مرحبا بكم، وصح فطوركم صح فطور كل الجزائريين اللي راهم بعد علينا، راهم يشوفونا يشاهدونا على القناة الشروق. احنا رانا مع عائلة بلدية الأبيار، وكاين بلدية المجاورة راهي التحقت بنا بالأطفال تاعها، راهم ينشطوا معنا، راهم يشاركوا يدي كادو، كاين ألعاب مع الرابطة اللي متواجدة معنا، عائلة رامي، عائلة أقلي متواجدين معنا كذلك اللي جابوا هدايا للأطفال، راهم يشاركوا في حديقة عمو يزيد اللي دار المبادرة هذه طيبة في هذا رمضان. الناس لقات راحتها، ومرحبا بالضيوف الجميع، الناس تقدر تجي تشارك معنا. الامبيونس كيما راك تشوف، رانا معاكم، راكو حضرتوا ما بعد مقبل قبل قليل كانت مسرحيه لواحد الفرقه جاتنا من براقي اللي شافوها الاطفال وحضروا على المباشر في هواء الترق عرض مسرحي، يعني من اروع ما يكون. واكيد اكيد راهي نالت اعجاب العائلات اللي راهم حاضرين معنا. يعني تفضلوا مدام، راكم في قناة شروق، نلعبكم أسئلة صغيرة. يعني راكم جيتوا هنا حضرتوا الأجواء، هنا حضرتوا والله ما شاء الله الأجواء راهي ما شاء الله في قرية عمو يزيد في حديقة تونس. لومبيونس ودراري فرحانين وما شاء الله، والمسرحية اللي داروها ما شاء الله يعطيهم الصحة وصحة طول عمو يزيد وصحة للحصة. سيدتي من فضلك هل من كلمة يعني بالمناسبة؟ بون يعطيكم الصحة فريمون، دراري راهم فرحانين بزاف بزاف. نشكر بزاف اللي قاموا تنظيم هذا الحفل هذا. العائلات خرجوا في رمضان سهرانين فرحانين مع ولادهم لي فاكونس، او موان لقاوين يفاجيو على روحهم. فريمون يعطيكم الصحه. خليل بارك الله فيك، بارك الله فيك زميلتي ليلى. نعم خليل، شوف لنا كاش طفل، شوف لنا كاش طفل يعبر على الفرحه تاعو بهذه الاجواء وبهذه القريه. والله الأطفال، الأطفال كلهم أهلا أهلا بنيتي، أحكي لي واش شفتي هنا، واش حاجة اللي عجبتك؟ المسرحية ملاح مع عمو يزيد. وليدي دنا منا دنا منا دنا منا زيد نشوف طفلة واحدة أخرى بنت واحدة. نشكر عمو يزيد ونشكر اللي قام بهذا تنظيم الحفلة. كاين هنا كاين ألعاب، كاين حفلات، كاين مسرحيات، كاين كلش. نتمنى هاد الأطفال يكون عجبهم هاد الحفل. خليل إن شاء الله. شكرا بالله، شكرا إن شاء الله. خليل نعم زميلتي ليلى. خليل الآن حبينا نشوفوا بعض الصور قبل ما نختموا، وما تغادرش المكان الا ومعك هديه. اعطوا بوسه كامل عمو يزيد الا معي معك هديه. شكرا جزيلا زميلتي ليلى، اترككم مع ان شاء الله اترككم مع بعض النشاطات. علي كامل كامل نمشي عمو يزيد كامل. يا زيد واش تحس وانت تشوف هذه الصور وهذه الفرحه؟ انت رسمت فرحه والابتسامه والسعاده في نفوس هذ الاطفال اللي في الجزائر ما كانش وين يروحوا. نقولوها بصراحه ما كانش اماكن وين يروحوا الاطفال، يعني خاصه بالطفل كما كنت نفهمه البارح. كنت نتكلم مثلا جاوا اماكن خاصه بالطفل، احنا متفقين خاصه ولا وين يجوا الشباب ولا مالك. واش تحس لما تشوف هذا؟ والله نحس وكاني احنا يعني حسينا بفرحه كبيره، فرحه لانه الانسان انا نظن المواطن البسيط عنده مسؤوليات تجاه المجتمع، ما بالك انسان اعلامي ولا فنان معروف عنده مصداقيه وصدى. يعني على الاقل
بادر. انا غير حاولت نبادر، تكلمت مع مجمع الشروق، تكلمت مع متعاملين تجاريين، تكلمت مع بلديه الابيار، مديريه الشباب والرياضه، يعني كلهم. ولكن لازم واحد يستقطب هذا. احنا اللي تخصنا الناس. تخصنا روح المبادره ولا تخصنا الامكانيات ولا تخصنا الافكار ما عندناش؟ لا، روح المبادره، يعني لازم انسان يضحي، لانه تضحيه كبيره. انا اقول لك هذه 3 شهور مانيش نرقد، يعني 3 شهور وانا نحضر في هذا المشروع. والنتيجه كبيره جدا وعظيمه جميلة وجميلة جدا. الى حد ما تقدرش البارح وانا على الركح، لاني نغني كل يوم. انا من المفروض راح نغني نهار بنهار، ولكن ما نقدر. عجبك الحال؟ عجبني الحال، حتى الناس يطالبوا بعمو يزيد ولو اغنيه. البارح كل الاطفال حبوا يطلعوا سيرسان هكذا للركح مع والديهم، ونقول لهم واش يقولوا نحبوك. يعني كل الاطفال نحبوك ولا سحفتورك ولا يعني واحد محبه لا تقدر بثمن. والله يعني محبه تلقائيه، يعني تاع البراءه. تاع البراءه، يعني ما فيهاش نقاش. شيء جميل، وخاصة في احنا في الاستمرارية تاع حصة. احنا هذه الصور راهي مباشرة رانا نشوفوا فيها، شوف التواجد الكبير. الافتتاح كان يوم الجمعة بالضبط، واستقطب 10,000 على الأقل. كفات تكفي المساحة كبيرة والمكان. كبيرة. يوم 28 مايو في حفل عيد الطفولة استقطبنا ما يقارب 20,000، يعني يكفي، لأنه مساحة خضراء. والشيء الجميل في حديقة تونس، أنا النهار الأول اللي دخلت لها تفكرت وأنا طفل كيفاش كنت نحلم، لأنه الطفل يحلم بيئة خضراء، يحلم بعالم آمن، عنده هذاك الخيال، يحلم بمكان خاص به هو. بالضبط، وين يقدر يعيش طفولته. هذا هو الشيء، وهذا الشيء اللي يخص، يعني نقولوها بصراحه ما عندناش في الجزائر. اذا هي مدينه خاصه بالطفل، يعني الطفل حتى الكبير اللي يجي يسمع برامج الاطفال، يشوف العاب اطفال، مرحبا به. وحتى الكبار لما يشوفوا اولادهم يضحكوا فرحانين، يعني هما يعني بدون تعليق يعني سعداء كذلك، يخرجوا فرحانين اكثر. يعني باش تشوف انت الاب غدوه من ذاك يخدم وقاعد مع وليده حتى 12 والوحده تاع الليل ولا، وفرحان وما يخرجوش حتى يجوا يهضروا معايا. لانه انا في درت نفسي في متناول الجميع، نحب نهضر مع العائلات، نهضر مع الناس، يعني ما عنديش بروتوكول كما يقولوا باش نعرف، لانه هذا مشروع شغل الانسان او يبني دوك ماذا بينا نعرف. لازم لك طولة البال، لانه الاطفال لازمهم طولة البال. رد فعل الناس مهم جدا، يوجهك وكامل. وانا من الناس اللي يسمعوا، يعني نسمع الاصدقاء، نسمع للناس. صحيح. نسمع انسان يراجع نفسه مليح. كيف جاتك الفكره هذه؟ انت البرنامج تاع عمو يزيد مازال متواصل على الشروق العامه، وفي نفس الوقت هل هو بشهر رمضان فقط؟ لانه بعد يوالفوا الاطفال عمو يزيد. القريه. هو البرنامج متواصل، راح يتوقف يوم 5 جويليه اخر البث، ويعاود يرجع يوم 5 سبتمبر. انا نتكلم على هذه القريه وهذا المكان وهذا الفضاء. انا هربت من السؤال. معي انا ما تهربش. هربت من السؤال لانه الناس تعرفني باللي كنت هي راس مالي، اذا كان عطيت وعد ولا راح نوفي به. والله يا حبذا يكون عندنا الفرصه وناس. احنا انا شخصيا نبحث عن ناس برك تفهمني برك وتخليني. لا، ولازم لك ناس اللي يعاونوك، ولازم لك ممولين، لانه هذا اكيد هو مجاني للاطفال، لكن يتطلب امكانيات كبيره وممكن تزيد تطوروا. انت تزيد تطوروا تطوروا. نعم. ممكن نروحوا لداخل الوطن، يعني الولايات داخل الوطن. اكيد. وممكن أكيد. يعني عمو يزيد يكون عنده 5 قرى ويدور يعني أكيد. في نفس الوقت. طيب يعني علاش ما تشوفش مع السلطات المحليه يقدروا؟ تعرف انه الكثير من المسؤولين من الولات من السلطات المحليه اللي يشجعوا، ما لازمش ناخذوا صوره سوداويه على المسؤولين الجزائريين. انا عندي اصدقاء نعرفهم يحبوا هذا الشيء. ما نديروش نظاره سوداء ونشوفوا كل شيء اسود. لا، كاين ناس تحب تخدم. لازم دائما تشوف القاروره نسبه. لا لا لا، لا كاين ناس تحب تخدم، كاين ناس تخصهم المبادره، تخصهم شكون اللي يعطيهم افكار. بالضبط. والناس اللي يثيقوا فيهم مشغولين. والناس اللي يثيقوا فيهم لازم انسان يفكر ويركب. نعم. يعني وبعدين يزيد كاين كثير من الناس اللي عندهم افكار جميله جدا تقدر تتعاون معاهم. بالضبط. عندهم افكار. بالضبط. كاين ناس يعني لبرامج في البرامج ولا هو في القريه، يعني المدينه الترفيهيه تقدر دير فيها عرائس الكراكوز هذيك. لا كاين برنامج. كاين ناس مختصين. بالضبط. هنا في الجزائر في هذا الفن، لكن ما يبانوش. بالضبط. حابين نديروا ورشات مثلا، يوريو الاطفال كيفاش يديروا عرائس الاراغوز. لا، مسرحيات عرائس الاراغوز. مسرحيات. لا، هو البرنامج متواصل، يعني كل يوم كاين البرنامج، اما مسرحيات، اما اغاني، اما مجموعه صوتيه، اما البرنامج متواصل. يعني عمو يزيد ما هو الا حاجه زايده في البرنامج، يعني نصف ساعه ولا 45 دقيقه و
ولكن البرنامج متواصل كما اليوم كانت مسرحيه من جمعيه الشباب اللي جايه من مدينه برقي، داروا مسرحيه هائله، الاطفال تكلموا عليها كامل وكامل. كل يوم عندنا هكذا الشباب نعطوا لهم الفرصه باش يطلعوا. يا ريت الولايات الاخرى تلقى نفس الاهتمام وتلقى نفس الخطوات، لانه كلهم اطفال الجزائر. بالضبط. علاش في العاصمه نهتموا بهم وفي الجزائر العاقله العميقه ما نهتموش بهم؟ لي كومونتير انا كيديروا لي كومونتير الناس من داخل الوطن يلوموا عليا. كاين اللي يقول لي يا زيد وحنا اطفالنا وين راهو حقهم؟ بزاف بزاف. ومن بعد انا نجاوبهم نقول لهم انا الا فنان وعندي متعامل نتعامل معاهم وبربي ان شاء الله. هما من حقهم يلوموا عليك وانت في نفس الوقت ما تقدرش تخدم كل شيء وحدك، لازم لك ناس يعاونوك. وانا نظن لو اتصلت بالسلطات المحليه، اتصلت بالويل ولات الجزائر، اكيد راح يعني يساعدوك. انا متاكده من ذلك، لانه الهدف نبيل، الهدف جميل. بالضبط. والفئه المستهدفه حقيقه محرومه. بالضبط. ما عندها ولا فضاء. هذه اول مبادره على كل حال، ونظن بلي دوك حنا ماذا بينا دوك الناس راهي تشوف، ولات راهم يشوفوا، ولا حتى المتعاملين التجاريين. ولكن لازم لك انت كذلك اتصالات، تتصل بهم ودير بعض الاجراءات، وتقدر حتى الشروق كمؤسسه تعاونك. بالضبط بالضبط. لا لا، مجمع الشروق يعني مفروغ منه، يعني كل ما لا يعني حبيت نقول لك نعاونك في الاتصالات. بالضبط بالضبط. يعني الحق قالوا لي اي شيء اي شيء يقدروا. وعلى كل حال مجمع الشروق راهو شريك دائم دائم، سواء الحصة مع عمو يزيد ولا عمو يزيد شو ولا المدينة عمو يزيد الترفيهية. هذا وعد نقول لهم بلي راح نحاولوا أننا على الأقل نتقربوا من الولايات اللي هما ثاني يقولوا احنا حقنا كذلك. يا لو كانت كل مثلا مناسباتية أو مش راح تكون كل يوم، ولكن لما تكون في العطلة، في العطل تكون في العطلة، ممكن في العطلة تاع مارس، ممكن في العطلة تاع في أواخر أوت كي ترجع الناس، لأن الناس تسافر وكامل، ممكن تكون في الأسبوع الأول تاع سبتمبر، يعني ماشي شرط أنها تكون شهر. في الأعياد، في المناسبات، في الأعياد ممكن تكون ثلاث أيام في العيد، ممكن تكون سمانة، ماشي شرط أنها تكون شهر، لأنه شهر طويل ومتعب. طيب نشكرك جزيل الشكر. الله يخليك عمو يزيد. خلاص دركا بكل احترامي خلاص كبار وصغار ونقولوا لك عمو يزيد. خلاص دركا الحمد لله يا ربي، الحصه تلقات رواج كبير، و يعني كان حلم، كان حلم وتحقق، حلم وتحقق، وهذا بفضلكم وبفضل الجمهور وبفضل الناس اللي فهمت الرساله. لانه هو المشكل انه لما دير فكره ودير مبادره تخاف انه الناس ما تستوعبش الفكره نتاعك، تخاف يعني من ردة فعل الاوليه. لكن يعني الحمد لله كانت الامور كلها تسير بشكل جيد. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق في هذه الرساله النبيله. الحمد لله. وكل الجمهور مدعو للحضور لهذا كل يوم. كل يوم الابواب مفتوحه من 9:30 تعالي. عاود ذكرنا في المكان. جنينه تونس بالابيار في بولفار بوغارا، الشارع بوغارا معروفه. الابواب مفتوحه من 9:30 تاع الليل حتى لزوج تاع الصباح. يعني كاين العاب، كاين ورشات، كاين حفلات، كاين يعني الاطفال، فضاءات للاطفال، فضاءات للاطفال، حتى الاولياء يعني يقدروا يقعدوا للاستجمام وكامل. كاين الغازون، كاين، انا شخصيا نحب هذاك المكان لانه الطبيعه حاضره فيه بقوه، حميمي وتاع عائلات وتاع اطفال. شكرا جزيلا لك يا زيد. طول عمرك طول عمرك. نعم شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا اختم معكم حلقه اليوم من قبل السحور. نلتقي غدا باذن الله. صح سحوركم والى اللقاء.